نحن كمنظمة بنيان، منظمة صرنا أكثر من 10 سنوات عمل في القطاع الإنساني. عندنا برامجنا اللي بسوريا وبرامجنا اللي في تركيا. حقيقة أنا شراكة ممتدة بالقطاع الرياضي لأكثر من 3 سنوات مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. من ضمن شراكتنا ببرامجنا المختلفة في برنامج الرياضة ومشاريعنا المختلفة، كان في عندنا تركيز نحو أن الرياضة هي لغة عالمية، خاصة كرة القدم. هي واحدة من قصص اللي بتركز بشكل كتير رئيسي على موضوع الدمج المجتمعي، على تعزيز مشاركة الأطفال، على تأمين البيئة الأساسية الصحية، على المساعدة في التعافي النفسي والجسدي للأطفال السوريين وغير السوريين في تركيا. من ضمن مشروعنا الأخير كان مع الويفا فونديشن اللي هي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة بموضوع الأطفال، بتمويل من شركة فيدكس. شركة فيدكس هي أحد الرعاة الرسميين لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومن خلالها تم يعني تم فتح المجال لأنه يكون الأطفال الثلاثة اللي حيشاركوا مع الحكام إنهم حيكونوا من قبل المشروع. وعلى يعني أساس مسمينهم الأطفال الثلاثة تمائم مرافقين للحكام، حيكونوا نعم ورحلتهم أكيد طويلة لحتى وصلوا لهي المرحلة ولحتى تم اختيارهم ومن مناطق مختلفة، صح؟ صحيح. نحن يعني بالفترة الأخيرة صار معنا يعني خاصة بعد الزلزال اضطرينا نرجع نعيد تمركز مشاريعنا وبرامجنا، كون يعني من أهم يعني الجنوب تركيا من الأماكن اللي نحن شغالين أكثر فيها تضرراً. نعم أكثر تضررا. كان في معايير واضحة باختيار هذول الأطفال. المهم كان بالنسبة لنا إن حقيقة يقدروا يحققوا أحلامهم. يعني اليوم أطفال عندهم اهتمامات رياضية، كان في معايير العلاقة بأنه يكونوا مستفيدين، موضوع العمر، موضوع الاهتمام الرياضي، بالإضافة لأنه حبينا نضوي على قضية الأطفال اللاجئين من خلال ثاني أهم حدث كروي في العالم. ويمكن هذا الاختيار هو اختيار جدا ذكي، انه عن طريق كرة القدم نروي شو عم يصير معنا وشو عم يصير مع اطفالنا. بس اللي لافت للنظر وجود مروة، يعني نحن بنعرف انه كرة القدم دائما الصبيان يعني والشباب هن اللي بيهتموا، بس انه اهتمامات رياضية قليل لنشوف ناس بتهتم. يعني انا مثلا ما بفهم بالرياضة ابدا يعني. هي الأمانة هي واحدة من يعني من الفوكس إيريا الخاصة ببرنامج الرياضة في بنيان تعزيز مشاركة الإناث. هي الرياضة للجميع، ليست حكرا على الصبيان أو الأطفال فقط. طبعا بدنا نعزز مشاركة الإناث لهذا النوع من الأنشطة، وهي لغة عالمية يعني ومكان ممكن تكسري فيه الحواجز. طب يعني مروة ومحمد ووليد اهتماماتهم الرياضية هي كانت بس لأنهم بيحبوا كرة القدم، ولا بالمدرسة كان في حدا عم يساعدهم، بالعيلة مثلا؟ نحن من خلال مشاريعنا كان التدخل، يعني أنا ممكن أحكي عن التدخل بشكل تفضل. أكبر. نحن من خلال مشاريعنا في عندنا تركيز على شيء اسمه منهج الفوتبول 3 اللي هو الدمج بين اللاجئين والمجتمع المحلي من خلال الرياضة. يعني هذا التدريبات بتنعطى لمعلمين الرياضة. في عندنا أكثر من 15,000 مستفيد مباشر بمشاريعنا الممتدة على 3 سنوات، وبالإضافة لموضوع توزيع الكتات الرياضية، بالإضافة لموضوع الأنشطة على مستوى دوريات، بالإضافة لموضوع صيانة مساحات اللعب وتجهيزها لتكون مساحة آمنة ضمن المدارس. هذا الحكي للأمانة يعني هي تأمين البيئة حتى الأطفال يتعاطوا مع هذا المكان بشكل أكثر فعالية، يقدروا يشوفوه متنفس لهم، خاصة اليوم في حواجز لغة في مجتمع جديد، رحلة لجوء شفناه ونحن لمسنا الأثر حقيقة اللي كثير عالي. هذا المنهج عالمي، بنينا تخصص بالمنظمة بهذا المكان، في فريق عمل كامل مشكورين عم بقوموا يعني بمتابعة كل التفاصيل معنا بالفريق، مدربين دوليين على مستوى موضوع الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.
وشفناه مكان هي لغة مفهومة، يعني هي شغلة حقيقة بتلامس مجتمعاتنا واهتمامات أطفالنا، والمتابعة والتشجيع. يعني لما يعني مثلا الأطفال هدول الثلاثة بالذات في كان عندهم اهتمامات على مستوى خارج المدرسة، إنه هن متابعين مع مدرب وبروحوا بيحضروا تمرينات يعني هذا اللي أنا يعني هذا واحدة من الشغلات اللي جذبتنا اتجاه إنه هدول الأطفال من المهم إنه يكونوا في هذا المكان. والرسالة الثانية اللي حكيت لك عليها تسليط الضوء على معاناة الأطفال اللاجئين والناسحين السوريين، حتى كان في مشاركة من أطفال سوريا، كان في قرارات تم التوقيع عليها. تماما، هدول حنحكي عليهم تفصيليا هلا بعد شوي. الاطفال الثلاثه الاساسيين التمائم خلينا نسميهم اللي بدهم يرافقوا الحكام، هن من مناطق مختلفه، يعني مناطق غير انه من سوريا جغرافيا مختلفه، حتى بتركيا يعني او برا تركيا، هن جايين من اكثر من دوله صح؟ صحيح، في حدا من بيناتهم كان يعني ولد واضطر يرجع بدولة أوروبية ورجع أقام بأوروبا بتركيا، والاثنين نازحين لاجئين في تركيا من مدن مختلفة. مثل ما تفضلتي حضرتك، التركيز كان بشكل كثير رئيسي إنه هي تحقيق الأحلام من خلال تسليط الضوء على هدول التمائم اللي رافقوا الحكام. جميل جدا، انت يبدو مشغول استاذ احمد، عم يجوك من المنظمه عم يناقشوك، خذ راحتك عادي روق. اذا مروه ومحمد ووليد يعني تحت اشرافكم نميتوا لهم او نظمتوا لهم اذا بدنا نقول هذا الشغف، وساعدتوهم على تحقيق جزء من احلامهم ومتابعين معهم، وهي رساله السوريين ورسالة للأتراك ورسالة للمجتمع المهتم بكرة القدم مثل ما قلت. بس انتو كمان حاولتوا انه تلفتوا نظر اللاعبين ايضا، يعني مو بس الحكام، وقدمتوا لهم هدايا عن طريق الاطفال باشرافكم. شو كانت الهدية؟ الهدية عبارة عن طابات موقعة من اطفالنا بسوريا. الفكرة الرئيسية بس نوصل صوتهم ونقول انه هن موجودين بهيك نوع من المناسبات العالميه، ونذكر بمعاناه اطفالنا. احنا اليوم الاماني هن من داخل سوريا، الاطفال اللي وقعوا على الكرات من داخل سوريا دخلنا الكرات والمعدات الرياضيه اللي عم نستخدمها اللي هي من خلال الويفا فونديشن، دخلناهم ونظمنا بطولات بسوريا وحاولوا يوجهوا رسائلهم وأحلامهم. عم نحاول نكمل في هذا المكان، لأنه هدول الطابات تقدم لشخصيات رياضية على مستوى عالمي. حاليا استلموها من الويفا فونديشن، وعدوا انه يوصلوا هاي الرسالة على يعني على مستوى عالمي. هل في اختيار للاعبين محددين لتوزيع هذه الكرات ولا كيف؟ نحن طموحنا انه يكون مثلا مودريتش، لاني جاي من نفس الخلفية تبعتنا اللي هي اللي هو كان لاجئ، اللي هو عانى من تبعات حرب. هي يعني حدا من الكثير بالنسبه لنا، يعني حدا مهم في هذا المكان، وهذا اللي عم نحاول نوصل له. بالاضافه لموضوع انه في عندنا مشاريع تنفذت بسوريا مع الويفا فونديشن، تاهيل ساحات لعب ودوريات وتدريبات اطفال. امبارح كان في عندنا زياره مع مسؤوله الاتحاد الاوروبي لكره القدم بالويفا فونديشن، مسؤوله المشاريع، زيارة للداخل السوري. هي أول زيارة بسويها، يعني المكان جميل، هي نتيجة من نتائج هذا الجهد. نعم، الفضل لله. يعني أنا ما بحكي مع حضرتك، يعني للآن الأنشطة والجولات على مشاريعهم يعني عم يحاولوا يسووا زيارة لها. هذا الحكي خلانا نقدر نتحمل مسؤولية أكبر. نحن الملفات اللي عم نشتغل عليها بالرياضة هي تركيا وسوريا. التحديات بهذا المكان الأماني ما هي سهلة، بس بهمه الفريق العمل والفوكس والتخصص اللي موجود في هذا المكان هو عم خلينا نطمح لنحقق المزيد من الإنجازات. إن شاء الله. يعني في عندنا توقيع بروتوكول في ولاية أورفا لإنشاء ملعب كمان. حلو. ملعب يعني على مستوى المدينة تحت إشرافكم أنتم، منظمة بنيان هيكون. نعم، مع الويفا فونديشن، هاي المنحة أخذناها امبارح، تم توقيع الاتفاقية تبعيتها.
الفضل لله عم نحاول نحسن يعني حياة هدول الأطفال ليقدروا يحققوا كل شيء بيحلموا فيه. منظمة بنيان يعني بتتعاطى مع موضوع الأطفال كمين فوكس بأكثر مشاريع وتدخلات إن كان في سوريا وإن كان في تركيا. لهيك تعذبنا معكم لحتى قدرنا ناخذ الموعد للمقابله، ما فاضيين عندكم زيارات وتوقيع بروتوكولات. يعني انه هذا الضغط كان ضغط هذول النهارين اللي خلونا يعني نكون كثير مضغوطين فيهم، بس يعني النتائج اللي بندعي انه نحن كنا رسمينها لهي الحمله وصلت لاكثر من توقعاتنا، لاني حلو يعني نحن توقعاتنا في هذا المكان لازم نسلط الضوء على معاناه اهلنا واطفالنا اللي موجودين. نحن طبعا بالاضافه لموضوع التمائم الثلاثه كان في 19 طفل. ما عم تخليني اسال يا استاذ احمد، يعني انا بدي اسالك عن مشاركه الاطفال ال 19 ان كانوا سوريين او اتراك كمان بنفس الفعاليه وعم تحضروهم ليحضروا كان المباراه النهائيه. نعم، مشاركه ال 19 طفل تم اختيارهم بالتنسيق مع الولايه والرياضه والشباب في مدينه اورفا بولايه اورفا. ال 19 طفل كمان من المتميزين رياضيا على مستوى الولايه من مشاريعنا اللي نفذناها على مدة 3 سنوات في المنطقة هناك، كان فيهم سوريين وأتراك، كمان كان فرصة لهم ليروحوا يحضروا، ما كان في نفس الـ يعني إنه ما نزلوا على أرض الملعب، وقعوا مع لاعبين، حضروا التمرينات اللي قبل بنهار، حقيقة أعطتهم دافع ودفعة قوية كثير لقدام ليقدروا يقولوا إنه ما في شيء مستحيل يعني تحقيقه. وهذول الاطفال اللي تم اختيارهم 19 بالتنسيق مع الولايه والرياضه والشباب ومن الاشخاص اللي كانوا موجودين بمشاريعنا، وركزنا على موضوع انه يكونوا سوريين واتراك لان هذا هدف تدخلنا، دمج مجتمعي. نعم، دمج مجتمعي ونتعاطى مع الموضوع انه هي اللغه العالميه اللي بنفهمها كلياتنا. جميل جدا، وان شاء الله مودريتش بياخد الطابة اللي وقعوا له اياها الاطفال وبتخبرنا كمان يعني شو ردة فعله، بركي بيصور فيديو او بيحكي. مثل ما قلت لاعبين الرياضة المؤثرين يعني بيستهدفوا شريحة كبيرة سواء من الشباب او الكبار اللي ممكن توصل لهم رسائلك، آلامك، طموحاتك وشو بدك عن طريق كرة القدم. اكثر لحظة كانت حلوة بالمباراة ومع التمائم ومع الاطفال ال 19، ما بعرف اذا في شيء يعني انت وقفت عليها. والله هي لحظة دخولهم وحمل الطفلة مروة لكرة المباراة ودخولهم مع الحكم البولندي اللي هو حدا على مستوى العالم نظم المباراة النهائية اللي كان حكم المباراة النهائية في كأس العالم. هذا الحكي انعكس حقيقة كثير بشكل يعني كبير على نفسيات الأطفال، يعني نحن كنا كثير خايفين أساسا إنه أطفال صغار حيكونوا في هيك مناسبة ممكن ما يعني ممكن في لحظة من اللحظات يفقدوا السيطرة على نفسهم أو ما يقدروا يقولوا إنه نحن يعني ممكن الرعب ينتشر. صح حقيقة إنه أدرينالين عالي بقى وما بتعرف شو ردات فعلهم ممكن تكون. تمام، ضغطنا يعني نحن بنعتذر منهم من أهاليهم كان في ضغط عالي بنفس الانهار، الجدول الزمني كان كثير طويل. يعني شكله الأدرينالين عندكم يا أستاذ أحمد أكثر من الأطفال. والله بس يعني هي يعني نحن في شغلتين أنستي هون في المكان. الشغلة الأولى إنه نعرض الفيديو اللي اشتغلناه مع الفيديكس، نعرض في لوحة الإعلانات تبعية المباراة على الشاشة الرئيسية قبل المباراة وبين الشوطين. هذا المكان هو فيديو من سوريا ومن تركيا وعبوصل رسالة إنه من خلال الرياضة بدنا نرجع نتعايش، بدنا نرجع نشعر بالسلام، بدنا نرجع لحياتنا الطبيعية نحن كأطفال. هذا خلانا نشعر بأنه هذه الرسالة وصلت عند اليوم كانت في هيك محفل دولي وهيك مناسبة عالمية. هذا اللي خلانا نكون يعني نشعر بالفخر تجاه هذا الإنجاز. أكل معنا شغل أكثر من 3 شهور هذا المكان، لأني اليوم كنا عم نتعامل مع شركة يعني إمكاناتنا المحلية كمنظمة ما خلت
يعني بفهمك، صحيح. يعني يعني لا بركي بكون بداية كمان لتنظيم العمل الرياضي أكثر وتتوسع نشاطاتكم أكثر، لأنه وقت عم نعمل مقابلات أستاذ أحمد مع حدا مهتم بالرياضة دائما عم يعني عم يكون العائق الأكبر هو الإمكانات المادية والتعاون مع جهات يعني موثوقة دائما يكون دعمك هذا الشيء. إن شاء الله أنتم بتحطوا الخطوة الأولى وبتفرحونا وبتخلوني أنا أهتم بالرياضة، أنا اللي ما بهتم أبدا عم أهتم هلا. احنا جاهزين، يعني احنا جاهزين الله يعطيكم ألف عافية. للجولة. ويعني للأمانة يعني هذا المكان هو يعني مثل ما تفضلتي هي ثقافة، مثل موضوع الاهتمام بصحتك النفسية والجسدية، موضوع الرياضة هو موضوع بيتاخذ مثل اي ثقافه ثانيه موجوده. احنا بسوريا سابقا ما كان في تركيز، لأمانة بالمنطقه العربيه بشكل عام موضوع مأخوذ نحو انه هي الرياضة هي شغلة فقط للشباب، بس حقيقة بعد ما دخلنا وتخصصنا في هذا المكان تماما هي شغلة مناسبة لكل أفراد المجتمع.